بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فيسعدني أن أشرح لكم بعض الإشكالات النحوية التي أوردها بعض المستشرقين الحاقدين على الإسلام والقرآن. وربنا قال وقوله الحق، مخاطبا أهل الفصاحة والبلاغة والبيان: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فربنا جل وعلا تحدى الفصحاء والبلغاء والشعراء. العرب أمة أمية، لكنها لا تعرف اللحن ولا الخطأ في كلامهم. هي الأمة الوحيدة التي جعلت للكلمة سوقا، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل آية من القرآن الكريم. إذا كان أرباب الفصاحة عجزوا عن ذلك، فكيف لأناس يجهلون لغة العرب تجرأوا على تخطئة القرآن الكريم؟ الآن إن شاء الله نعرض بعض الشبهات ونرد إن شاء الله ردا عقليا وعلميا من هذه الشبهات التي نريد أن نتحدث عنها. قول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه الشبهة الأولى. هناك شبهة ثانية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. شبهة ثالثة هي قول الله سبحانه وتعالى: والصابئون، عطفا على إن الذين آمنوا والذين هادوا. فإن شاء الله نتكلم عن شبهة مع التفصيل، وأرجو من الحاضرين إن أي شخص مش فاهم يسأل، لأن مفتاح العلم السؤال يعني. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذان لساحران. هذه الآية الكريمة أوردها بعض المستشرقين وقالوا إن فيها خطأ نحويا. إن دخلت على جملة اسمية، ومعروف إن تعمل عكس كان، تنصب الاسم وترفع الخبر. قال إن هذان، كيف يكون اسم إن مرفوع بالألف والمثنى كما نعرف منصوب علامة نصب الياء؟ أولا، هذه الآية
التي قال عنها بعض المستشرقين أو بعض الحاقدين إنها فيها خطأ، نقول في الرد العقلي: لو كان في هذه الآية خطأ لكان أولى الناس بإظهاره هم العرب الفصحاء البلغاء، لكنهم لم يتعرضوا لمثل هذه الأمور، لأن هذه لغتهم التي يتكلمون بها. وأنتم تعلمون أن كثيرا من العرب البلغاء الشعراء الأدباء كثير منهم ظل على كفره إلى أن مات، فهو حاقد على الإسلام والمسلمين. والقرآن حكى عنهم ما فعلوه عندما عجزوا تماما عن الاتيان بمثل القرآن ولو بسورة قصيرة، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني احدثوا ضوضاء وشوشرة عند سماع القرآن حتى لا تتأثروا به، هكذا عجزوا تماما. الآن هذه الآية إن هذان، قال كيف جاء اسم إن مرفوع وكان ينبغي أن يكون منصوبا؟ هذه الشبهة. قبل الإجابة نقول هذه الآية وردت فيها قراءات: القراءة الأولى إن هذين لساحران، وهذه قراءة أبي عمرو البصري، وهي قراءة متواترة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن هشام: وهي موافقة لسنن العربية، يعني لطريقة كلامهم. يبقى هذين اسم إن منصوب، علامة النصب الياء لأنه مثنى، وساحران خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. اللام تسمى اللام المزحلقة أو تسمى بلام الابتداء. ليه سموها اللام المزحلقة؟ لأن هذه اللام ينبغي أن تكون في المبتدأ، كقول الله سبحانه: ولعبد مؤمن خير. دي اسمها لام الابتداء، تفيد التوكيد، وإن تأتي في أول كلام وتفيد التوكيد. فلما أتت إن هذه اللام تركت المبتدأ ودخلت في الخبر، عشان كده بسموها اللام المزحلقة، يعني تركت مكانها الطبيعي اللي هو المبتدأ يعني، وأصبحت الجملة مؤكدة بإن وباللام. فإن شئت سميها لام الابتداء حسب الأصل، أو اللام المزحلقة حسب ما هي فيه الآن يعني. طيب القراءة الثانية: إن هذان لساحران. نلاحظ إن خففت، وعندما تخفف إن فالكثير في لغة العرب الإهمال، قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. فإن عندما خففت لا عمل لها. أقول: إن زيد لعالم، يبقى إن مخففة من الثقيلة، زيد مبتدأ وعالم خبر، وهذه تسمى اللام الفارقة، الفارقة بين إن المخففة وإن النافية. يعني إذا لم نأتي بهذه اللام وقلنا إن زيد عالم، يبقى نفينا عنه العلم، لكن إن قلنا إن زيد لعالم أثبتنا له العلم. فكي نفرق بين النفي والإثبات باللام دي، وده اللي قاله ابن مالك: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، يعني لازم اللام تأتي في الخبر. هذه لا إشكال فيها، يبقى هذان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف واللام فارقة، أو ساحران ده خبر إن. القراءة هذه اللي عليها إشكال دي، الأولى دي اللي احنا بنقرأ بها إن هذان لساحران. طيب أول تخريج لهذه الآية: في قبائل عربية، قبيلة خثعم وقبيلة بني كعب وزبيد وبل حارث، قبائل عربية مشهورة تلزم المثنى الألف، زي ما احنا عندنا في الصعيد يقول جاء محمدين وحسنين، يعني يلزمها الياء. فهمتوا يا ابني ولا لا؟
لا تتغير عندهم. هذه القبائل يقولون مثلا جاء الزيدان، رأيت الزيدان، سلمت على الزيدان، ويعرب بحركات مقدرة على الألف، كما قال قائلهم إن أباها وأبا أباها، وقال الآخر تزود بين أذناه طعنة. هو يتحدث عن الأبطال الشجعان من قبيلته، رأوا رجلا عدوا قادم إليهم فتصدى له رجل وطعناه برمح بين أذنيه فأرداه قتيلا في الحال. يقول تزود بين أذناه، كان ينبغي أن أقول بين أذنيه، أذن وأذن وأذنيه، لأن بين مضاف وأذنيه مضاف إليه مجرور بالياء، صح يا أولادي؟ فهذه القبيلة من عدة قبائل، فالقرآن نزل بلغتهم، لأن اللغة العربية ليست محصورة في قريش، العرب قبائل، قبائل كثيرة جدا. في قبيلة تميم، ولا زالوا إلى الآن يحتفظون بأسماء يعني عائلاتهم وقبائلهم يعني. فيقول فلان القرشي، فلان السلمي، فلان العقيلي، كل دي يعني أسماء قبائل يعني. طيب يبقى لا إشكال هنا، يبقى إنها ذل ساحرا على قبيلة، هذه القبائل اللي احنا تكلمنا عنها، زبيد وخسعم والقبائل الأخرى. يبقى هذان اسم إن مرفوع بضمة مقدرة على الألف، وبعدين ساحران منصوب بفتحة مقدرة على الألف، ده على لغة من يلزم المثنى الألف، يبقى هذه لا إشكال فيها. التخريج الثاني إن حرف جواب بمعنى نعم، فكأن فرعون يقول للملأ هذان ساحران، قالوا نعم هذان لهما ساحران، فإن حرف جواب بمعنى نعم، يا فلان نعم، هذه حرف جواب عند بعض القبائل. إيه الدليل على هذا؟ سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عندما ولي إمارة مكة وكان خليفة المسلمين، جاءه رجل يركب ناقة فنزل من على ناقته وقال أعطني. طب سيدنا عبد الله يعني شافه ما شاء الله رجل مبسوط وهيئته حلوة وراكب ناقة، يا رجل ما يسر الحال، طب أنت بتسأل لي؟ فلم يعطيه شيئا، فغضب الرجل وقال لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال إن وراكبها، يعني نعم ولعن راكبها. فإن حرف جواب يا أولادي إيه؟ بمعنى نعم. وإذا كان بمعنى نعم يبقى هذا المبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، واللام دي لام الابتداء. طب لام الابتداء لا تدخل على الخبر، إنما تدخل على مبتدأ محذوف، يعني هذان لهما ساحران، يبقى هما ده مبتدأ ثاني وساحران خبر مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني وخبر وخبر الأول، يعني أصنعم هذان لهما ساحران، يعني الملأ يردون على فرعون نعم هذان لهما ساحران، يبقى هنا ليس لا تعمل شيء، لأن حرف جواب بمعنى نعم. في دليل آخر، الشاعر يقول بكر العواذل في الصبوح، بكر العواذل في الصبوح، يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت إنه. بكر العواذل، البكر يعني من البكور، يعني في وقت البكور اللي هو بعد صلاة الفجر يعني بقليل. الشاعر ذا كان رجل مسن، ظهر في رأسه وفي حليته الشيء، لكنه قوي البنيان، فرأى فتية يتمتعن بالجمال، فبدأ يطلب منهن الزواج، يعني يريد أن يتزوج منهن، فحكى ما دار بينه وبينهن. قال بكر العواذل،
العواذل جمع عاذلة وهي اللائمة. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجز لم تعذل ولم تلمي. في الصبوح يعني في وقت الصبح، يلمنني وألومهن، يلمنني كيف أتجرأ وأنا كبير السن وأطلب الزواج من صغيرات السن، وألومهن أقول لما تعبن علي شيئا أحله الله لي، ويقولن شيب قد علاك، يعني الشيب ملأ رأسك وقد كبرت. فلم يستطع أن ينكر ذلك فقال إن بمعنى نعم، بس هذه اسمها السكت، زي ما كان بيقرأ بها سيدنا ابن كثير يقول عما يتساءلون، اسمها أولاد إيه؟ السكت. إن يبقى هنا إن بمعنى حرف جواب بمعنى نعم. عرفنا التخريج الثاني؟ يبقى كيف ردينا أولادي على هؤلاء الطاعنين؟ ها، إما إنها جات على لغة قبيلة من قبائل العرب تلزم المثنى الألف، وإما تكون حرف جواب بمعنى نعم. طيب الرأي الثاني قال اسم إن هنا محذوف يسمى ضمير الشأن، إنه هذان لساحران أو هذان لهما ساحران. احكى الضمير الشأن ده يا أولادي. أولا الضمائر يا أولادي يفسر، الضمير يفسر بما قبله، وفي ضمير يفسر بما بعده. طبعا أنتم مش فاهمين حاجة صح؟ يا درد يا لما أقول محسوب صوته جميل، صوته عيد على مين؟ يبقى ده الضمير يفسر بما قبله. الأستاذ شرحه واضح، هو عيد على مين؟ يبقى إذن الضمير يفسر بما، في ضمير يفسر بما بعده اللي هو ضمير الشأن، يعني الحال والشأن. اسمع كده القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه هو مين؟ لا إله إلا الله. فهمتوا ولا لا؟ ده اسمه ضمير إيه يا أولادي؟ قل هو الله أحد، ده اسمه ضمير إيه يا أولادي؟ شوف يعني سيدنا يوسف يقول لامرأة العزيز إنه، طب هو مين؟ لا يفلح الظالمون. يبقى ده اسمه ضمير يفسر إيه يا أولادي؟ عرفتوا ضمير الشأن؟ فاسم هن هنا ضمير الشأن محذوف. طب ايه الدليل؟ اسمع الى قول النبي اللي قال عن نفسه انا افصح العرب بيد اني من قريش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. اولا ان بتنصب الاسم وترفع الخبر صح؟ طيب ينفع المصورون تبقى اسم ان؟ يا ادرد يا لك لأن مرفوع وإن بتنصب، يبقى ده الخبر. طب من أشد ينفع من أشد تبقى اسم؟ لا، لأن ده جر ومجرور. يبقى من حرف جر وأشد اسم مجرور، أشد مضاف والناس مضاف إليه، عذابا ده تمييز، يوم ده ظرف زمان منصوب، القيامة مضاف إليه. إذن أصبح اسمنا هنا ضمير الشأن، إنه من أشد الناس عذابا يوم المصورون. فهمتوها؟ لا. يبقى أصبح اسم إن يا أولاد هنا إيه؟ ضمير الشأن المحذوف. أه نفس الآية هو إنه الحلوى الشأن هذان لهما ساحران. يبقى أصبح هذان مبتدأ أول، اللام داخلة على المبتدأ الثاني اللي هو لهما، ما يصحش تدخل على الخبر، اللام دي تدخل على المبتدأ زي والعبد مؤمن كده. فهما مبتدأ ثاني وساحران خبر المبتدأ الثاني. المبتدأ الثاني وخبره، المبتدأ الثاني وخبره خبر الأول، والمبتدأ الأول والجملة اللي بعده في محل رفع خبر إن دي. يبقى إنه هذان لهما إيه؟ ساحران. كم تخريج؟ طيب يبقى نقول لهم اللي يعجبكم خذوه، أي دليل يعجبكم فده خذوه. يبقى خلاص الآية ما فيش فيها إيه يا أولادي؟ إشكال. خلاص عرفنا؟ عرفنا الآية دي؟ طيب امسح يا شيخ عمار، امسح يا ابني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا. قالوا هذه الآية فيها خطأ نحوي. أولا هذان دول كم واحد يا أولادي؟ طب وخصمان برضو اثنين؟ كيف يقول اختصموا؟ دي واو جماعة. فكيف يخبر عن المثنى بالجمع؟ يقول لك ده خطأ. وطبعا هذا الكلام قد ينطلي على الجهال، لكن حتى لو الواحد مش عارف يرد، يرد رد ايه يا ولادي؟ عقلي. يقول لو كان هذا الاسلوب خطأ لكان اولى الناس باظهاره هم مين؟ العرب الفصحاء البلغاء الشعراء. لكن كن يسمع القرآن ويقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، والقائل هذا مين؟ ده الوليد بن المغيرة الذي توعده الله بالخلود في جهنم، قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا. ومع ذلك رغم أن القرآن هدد وتوعده لم يستطع أن يقول إلا الحق. فهمتوا ابن ولا لا؟ ما قالش ده خطأ، رغم أنه كان يتمنى يجد أي شيء يكذب به القرآن لكن لم يستطع. طيب عرفنا الشبهة يا أولادي؟ أولا نقول أنتم جهلتم كلام العرب. المثنى عند العرب يا أولادي قسمان. مفيش قلم؟ هات قلم اللي فيه ده بس. ده ايه يا ولادي ده؟ لا قلم مش ألم، ألم يعني وجع، هذا قلم. خلاص القلم أقول قلمان صح ولا؟ يبقى القلم مثناه ايه؟ قلمان. ده اسمه مثنى حقيقي يعني ليه مفرد يا ولادي صح؟ المدرسان أقول حاضران ما أقولش حاضرون. يبقى المثنى الحقيقي يخبر عنه بمثنى حقيقي. خلاص يا ولادي؟ الدرسان مفهومان، الجزآن محفوظان، الطالبان ناجحان. لا نقول ناجحون، فاهمين يا ولادي؟ هناك مثنى لفظي. إيه يعني لفظي؟ يعني لفظه مثنى لكن معناه جمع. لو الشيخ محسوب قال والله إحنا عايزين نعمل مسابقة بين فريق النساء وفريق الرجال واللي يفوز هنديله جايزة. زمان كان في حاجة كده في الإذاعة بيسموها إيه؟ يعني المسابقة أو كده، يعني برضو يجيبوا فريقان يعني. على أي حال خلينا في لعب الكورة دلوقتي. في عندنا ناس بتشجع النادي الأهلي صح؟ وفي ناس بتشجع الزمالك. المذيع اللي بيذيع كده هو يقول الفريقان. كلمة الفريقان ده يا ولادي؟ مثنى. لكن لو بحثنا في الفريق هنجد كل فريق فيه 11 لاعب صح؟ 11 و11 المجموع كام؟ 22. إذن لفظه مثنى لكن معناه جمع. فيجوز للمتكلم اللي هو المذيع يقول الفريقان تعادلا في المباراة أو تعادلوا في المباراة. فإذا قال تعادلا يبرع اللفظ، وإذا قال تعادلوا لا على المعنى. فالقرآن الكريم كان فيه 4 من الصحابة تخاصموا مع 4 من الكفار، فقال القرآن هذان يعني الفريقان خصمان اختصموا في ربهم. لو قال اختصم في ربهم ربما يظن السمع أن واحد معه إيه؟ لا، لكن هما جماعة مع جماعة، كقوله تعالى وإن طائفتان مؤمنة إيه؟ اقتتلوا صح يا أولاد ولا لا؟ إذن المتكلم يجوز في المثنى اللفظي أن يراعي اللفظ ويراعي الإيه؟ المعنى. فيقول الفريقان تعادلا أو تعادلوا، تخاصما أو تخاصموا. هل فهمتم؟ أيوة. دي سهلة ولا صعبة؟ لا سهلة ولا. طيب الحمد لله. نيجي لآخر شبهة برضو متعلقة بالمثنى عشان إيه؟ نشوف الدرس بتاعنا. يلا آمين. يلا خذ يا ابن الله. في سورة التحريم يقول ربنا جل وعلا إن تتوبا أهي إلى الله فقد صغت قلوبكما. طبعا قلوب
جمع قلب، قلب وقلب وقلب قلوب. وطبعا قلوبك الكاف دي اسمها كاف الخطاب، والميم والالف دلان على التثنية. السؤال أو الشبهة، القرآن يخاطب ثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هما حفصة وعائشة رضوان الله عليهما، فيقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما، يعني مالت إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه التهديده فإن الله هو مولاه وجبريل ها وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الظهير. شوفوا تقدروا على مين، صح يا أولادي؟ طيب شوفها، كيف يجعل القلبين قلوبا؟ أمنا عائشة رضي الله عنها لها قلب واحد، وكذلك أمنا حفصة، فكيف جعل القلبين قلوبا؟ فهمتوا أولادي؟ عرفتوا الإشكال؟ يا درد أنت هو؟ يعني جعل القلبين قلوبا، عرفنا الشبهة؟ الأول نرد رد إيه؟ عقل، ثم نرد رد علم. العقل ده لو أنت مش عارف رده، قلوا ببساطة يعني القرآن نزل بلغة العرب، وكثير من العرب لم يسلم، صح ولا لا؟ فطالما لم يسلم وظل معاند إلى أن مات، معناه بيتمنى أي خطأ علشان يعني إيه يدعي أن القرآن ليس من عند الله. والقرآن قال الله فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب إذا نيجي الرد العلمي، شفنا نيجي الرد العلمي عشان تفهموا، يعني أنتوا عارفين عيد الأضحى الكبير إن المسلمين بيذبحوا فيه الأضحية، صح؟ طيب أخونا محسوب أتى بابنه ثم أتى بكبشين وأمسك بالسكين وقال بسم الله الله أكبر، وذبح الأول وذبح الثاني، وقال لولده قطعت رأس الكبشين. هذه تسمى عند العرب لغة الإفراد، لغة الإيه؟ يعني عبر عن المثنى بالمفرد. قطعت رأسا، وهو قطع كم رأس؟ أيوة، دي اسمها لغة يا أولادي؟ الإفراد، ودي جايز العرب. ما تاخد بالك أنت، إحنا بنتكلم بلغة العرب وده جايز عندهم، يعني يعبرون عن المثنى بالمفرد. يقول قطعت رأس الكبشين، وهو الولد يفهم أن أباه يقصد إيه؟ الاثنين. طيب المرة الثانية قال قطعت رأسي الكبشين، اسمها لغة يا أولادي؟ المثنى. برضه مفيش مشكلة. يقول قطعت رؤوس الكبشين، دي اسمها لغة ايه؟ الجمع. هذه أفصح لغة عند العرب، ان يعبر عن المثنى بالجمع أفصح لغة. فالقرآن نزل بأفصح لغة عند العرب، إنا أنزلناه قرآنا ايه؟ عربي. طيب ليها أفصح لغة؟ لسببين، خفتها على اللسان، خفتها ايه؟ على اللسان. طيب وأمن اللبس، يعني ايه أمن اللبس؟ يعني على السامع، يعني السامع بيفهم انه يقصد بالرؤوس رأسي. ليه؟ العرب اذا ارادت ان تثني شيء لا يتكرر، افهموا للكلام ده، يعني القلب هل يتكرر في الجسد؟ لا. طب الرأس؟ لا تتكرر. بعكس الرئة تتكرر، صح؟ الايد يا اولادي تتكرر. طب والرجل تتكرر. احنا بنتكلم عن الشيء الذي لا يتكرر في جسدك، إذا أردت أن تثنيه لك فيه ثلاث، الإفراد والتثنية والإيه؟ والجمع. طيب قلنا الجمع ده أفصح لغة لخفته على لسان. اسمع كده، إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما، فقد صغت قلوبكما. أيهما أخف على لسان؟ صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر خرج في وقت عادة لا يخرج فيه، اللي هو وقت الشداد الحر، وقت الظهيرة، وفجأة خرج سيدنا عمر في نفس التوقيت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما من بيوتكما. شفتوا الجمال؟ من بيوتكم، بيت بيوت. طب ده سيدنا عمر خرج من بيت واحد بس، وسيدنا أبو بكر خرج من إيه؟ بيت واحد.
لو قال ما أخرجكم من بيتيكما، ها شوف صعوبة، صعوبة ولا لا؟ في صعوبة ولا لا؟ يبقى خفت على لسانه، يبقى قال بيوت، ها صح يا ولاد ولا لا؟ لنا أخف. وفي نفس الوقت أمر اللبس، يعني اللبس ما هو بيعرف أوتوماتيك كده، إن ما أخرجكما من بيوتكما، يعني يقصد بيتين وليس بيوت، فهمت ولا لا؟ يعني السامع هيعرف إنه المقصود بيتين وليس بيوتا، صح ولا لا؟ قد يقول قائل يعني تفزل كده يقول طب ما ممكن يكون سيدنا أبو بكر ليه بيتين، إن شاء الله يكون ليه 20، ساعة ما خرج خرج من إيه؟ بيت واحد. فهمتوا قد ولا لا؟ يبقى عرفنا إن دي أفصح لغة وتكلم بها القرآن. بكده احنا بفضل الله يعني اخذنا كم شبهه النهارده؟ ثلاث. اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. عايزين اي سؤال؟ طيب اللي عايز يحضر معنا في الازهر بعد المغرب اتفضل. شكرا الله لك يا سيدي، الله يفتح عليك. كلم ولاد ها ها الان ان شاء الله، بس بعد خمس دقائق استرى الله يفتح عليك. عرض عني كاميرا عرض عني ما